يسود اليوم طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على باقي الأنحاء نهارا، لطيف ليلا. للمزيد من الأخبار الخاصة بأخبار الطقس تنضم إلينا الآن من الهيئة العامة للأرصاد مراسلة أكسترا نيوز جاكلين ماهر. جاكلين أهلا بك، وما هي آخر المعلومات الخاصة بدرجات الحرارة؟ نعم ريهام، كما ذكرت بالفعل طقس شديد الحرارة على مختلف المحافظات، مائل للحرارة على السواحل الشمالية. ولكن للمزيد من التفاصيل معي الدكتور أحمد عبد العال رئيس هيئة الأرصاد الجوية، يطلعنا عن درجات الحرارة بالتفصيل وأيضا التحذيرات للمواطنين. دكتور بنرحب بحضرتك، ومباشرة ما هي درجات الحرارة؟ واليوم يعني نسبة الرطوبة مرتفعة جدا، 80 تصل نسبتها إلى 80%، يعني ما هي درجات الحرارة وتحذيرات حضراتكم للمواطنين؟ اهلا بكم في الهيئة العامة للأرصاد الجوية. احنا طبعا اليوم وغدا ذروة الارتفاع في درجات الحرارة. النهاردة هتكون درجة حرارة العظمى على القاهرة 39، غدا هتبقى 40. النهارده نسب الرطوبه هتبقى اعلى من بكره، يعني النهارده النسبه كانت في الصباح الباكر كانت 80%، غدا هتكون 70%، يعني في انخفاض. فالحمد لله ان يكون انخفاض نسبه الرطوبه غدا خاصه مع ارتفاع الحراره. بالتالي الجو شديد الحراره اليوم وغدا، لكن طبعا من يوم السبت ان شاء الله يحصل انخفاض في الحراره على الاقل 3 درجات، يعني القاهره ان شاء الله توصل 37 يوم السبت والحد ان شاء الله. كيف يتم التعامل مع الشمس يا دكتور، وبالاخص يعني درجه الحراره بتبقى مرتفعه جدا في الشمس، وبالاخص ايضا النهارده يعني نهايه الاسبوع وهناك مصطفين سيكونون في المناطق الساحليه؟ خلينا اقول اولا للساده المصطفين الموجودين على السواحل، ارجو عدم التواجد في الشمس مباشره، يعني في البحر من الساعه 12 ظهرا حتى 4 بعد الظهر، لان دي بتبقى اكبر فتره بتكون الشمس ضاره جدا على الجلد، يكتفي بانك تكون موجود تحت الشمسيه. الباقي الساده المشاهدين يعني ارجو عدم التواجد في الشمس مباشره فترات طويله، خاصه فتره الظهيره. اللي مضطر يتواجد يبقى مع اي واقي للراس، كاب شمسيه او ما شابه، دايما بكسر من السوائل خاصه المياه. طب لو نتكلم عن حركة الملاحة البحرية والنشاط الرياح يا دكتور والأمواج أيضا؟ أنا الرياح عندي خفيفة، بالتالي كل من البحرين سواء الأبيض أو الأحمر قابلين لشتى أعمال الملاحة البحرية. وبالنسبة للشبورة؟ طبعا معنى ارتفاع نسب الرطوبة بيبقى فيه شبورة في الصباح على أغلب الطرق، بتبقى كثيفة على الطرق القريبة من المسطحات المياه والمزروعات. لو تكلمنا عن درجات الحرارة بشكل مفصل لكل محافظة على حدة يا دكتور؟ السواحل الشمالية بتتراوح ما بين 32-33، الوجه البحري والقاهرة من 39-40، أيضا جنوب سيناء شرم الشيخ الغردقة ما بين 39-40، بينما شمال الصعيد ما بين 40-41، جنوب الصعيد اللي ما بين 43-44. طب دكتور لو اتكلمنا النهارده في ماتشين الحقيقه هيتم على مختلف الاستادات لمنتخب الجزائر وايضا تونس، نصائح حضرتك للجماهير اللي هيحضروا هذه الماتشات، وبالاخص نسبه الرطوبه حضرتك ذكرت لنا ان هي اكثر من 80%؟ يعني طبعا اهم حاجه نعرف الماتش خط بالذات اللي هو يبدا الساعه 6 بتاع الجزائر، ارجو طبعا من الساده المشاهدين اللي هيروح بدري حاول دايما ان يبقى معاك واقي الراس كاب او شمسيه، يعني لان فتره الظهيره دي بتبقى الشمس ضاره الى حد ما. طبعا زي ما قلت يبقى دايما معاك ازازه الميه بتاعتك بتشرب منها. اشكرك شكرا جزيلا دكتور احمد عبد العال رئيس هيئه الارصاد الجويه، كنت معنا على الهواء مباشره. شكرا. على شاشه اكسترا نيوز، شكرا جزيلا على هذه التفاصيل. شكرا لحضرتك. شكرا لحضرتك ريهام. كان هذا هو لقاءنا مع الدكتور احمد عبد العال رئيس هيئه الارصاد الجويه، اطلعنا على مزيد من التفصيل عن درجات الحراره اليوم والموجه الحاره التي تسود البلاد اليوم والغد وتصل ذروتها الى الغد الى 40 درجه مئويه. نتمنى السلامه للجميع، ونتمنى نقدر نكون افادنا جميع المواطنين. اشكركم شكرا جزيلا، واعود الى ريهام بالاستوديو.